قتل ضابطان روس وآخرين سوريين وعناصر بقوات حكومة سوريا في بادية دير الزور التي تعد معقل خلايا تنظيم داعش الإرهابي. تشكل البادية السورية مرتعا لخلايا تنظيم داعش الإرهابي وساحة لتحركات العناصر الإرهابية وتنفيذ هجمات مباغتة سواء على مدنيين أو عسكريين من قوات الحكومة وحلفائها الروس والإيرانيين. هجوم سريع ومباغت شنه عناصر داعش بعد نصب كمين لعناصر قوات الحكومة برفقة ضباط روس أسفر عن مقتل 7 عسكريين برتب مختلفة في بادية دير الزور. وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن هجوم داعش أدى لمقتل ضابطين في القوات الروسية وآخران برتبة عميد في قوات الحكومة السورية و3 عناصر. المهاجمون استخدموا وفقا للمرصد السوري الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتمت العملية بعد تحريق للمسيرات وسط تكتم من قبل الروس عن مقتل الضابطين. ورغم إطلاق قوات الحكومة بين الحين والآخر حملات وعمليات تمشيطية مزعومة في البادية ضد خلايا داعش ومشاركة الطيران الحربي الروسي باستهداف بعض الأوكار، إلا أن ذلك لم يخفف أو يحد من هجمات داعش الإرهابية. وما وثقه المرصد السوري لحصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية بلغ 564 قتيلاً منذ مطلع العام 2024 في 197 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، وهذه الأرقام خير دليل على زيادة هجمات داعش وفشل عمليات قوات الحكومة بدعم الروسي في الحد من العمليات الإرهابية لداعش. ينضم إلينا من باريس الدكتور ألبرت فرحات، صحفي مختص في شؤون الإرهاب. أهلا بك دكتور فرحات. إذا نتحدث عن هجمات داعش في البادية السورية، نتحدث اليوم عن مقتل ضابطين روسيين وآخرين سوريين في بادية بقصف مدفعي، يرجح ويعتقد أنه تقف خلايا داعش خلف هذا القصف. هنا نسأل يعني هل ما هي الظروف التي تساعد خلايا داعش على شن هجمات إرهابية في البادية السورية؟ أهلا بكم. في البداية الظروف موجودة وزادت حدتها الآن بانشغال العديد من الفرق التي كانت تدعم بشكل أو بآخر القوات الحكومية السورية في موضوع محاربة داعش وغيرها من الجماعات العاملة على الأرض في سوريا، وبالتحديد في مناطق دير الزور. الآن فعلا ومنذ بداية طوفان الأقصى نشهد أن هناك انخفاض ملحوظ للقوات الرسمية السورية وحلفائها في ملف متابعة داعش وأخواته، وهذا الأمر يفسح المجال لمجموعات داعش بأن تقوم من حين إلى آخر ببعض العمليات التي تستهدف القوى العسكرية إن كانت السورية أو الروسية أو الإيرانية كما ذكرت في التقرير. لكن الموضوع هو الإرادة الأمريكية في هذا الأمر في مكافحة داعش وأخواتها. لكن الشيء الأكيد أنها تقدم لهذه الجماعات الإرهابية العديد من الدعم والعديد من المعلومات الأمنية والإمكانيات العسكرية من أجل القيام بهذا العمل. نعم. طيب دكتور ألبرت، يعني كما تعلم حتى قبل عملية 7 أكتوبر العام الماضي وطوفان الأقصى كان هناك هجمات وعمليات عسكرية لقوات الحكومة السورية بإسناد طيران حرب الروسي في البادية السورية، يعني كلها لم تثمر. يعني بحسب التوثيقات المرصد السوري يتحدث منذ بداية العام الحالي 564 شخص قتلوا في البادية، الذين قتلوا من خلايا داعش فقط 47 عنصر إرهابي، أما قوات حكومة تجاوز 200 و250 تقريبا. يعني لماذا هذه الفرق الكبيرة، هذا الفرق الكبير في الأعداد؟ فعلا فعلا هناك ملاحظة مهمة أنه الفرق الشاسع ما بين الأرقام ونوعية الضحايا والطريقة التي قامت أي حرب تقوم بها مجموعات يعني من عناصر يعني متحركة
يعني تكون خسائرها أقل من المجموعات التي لديها سكنات عسكرية كسكنات الجيش السوري أو الروسي أو مواقع حزب الله أو الإيرانيين في سوريا. وهذا الأمر هو، لكن في عام 2023 ما لم يذكر أن العمليات خفت وأن هناك كان نوعا من لأي عمل لمجموعات داعش. هذا أيضا يجب وضعه تحت النظر ويسأل لماذا تتحرك هذه القوات في فترات معينة وبأجندات سياسية وأمنية معينة. هذا هو السؤال الآن. كما ذكرت لك أن عملية وطابع عمل هذه الجماعات تعمل بمجموعات بسيطة مؤلفة من 7 إلى 10 أشخاص، أيضا تقوم بخسائر كبيرة لدى الجيش السوري أو الجيش الروسي وإلى غيرها من الحلفاء. نعم. طيب دكتور فرحات، هنا هذه الخلايا الإرهابية يعني يزداد نشاطها، هنا تمويل هذه الخلايا سواء عسكريا أو لوجستيا، كيف يتم وكيف تغذي نفسها هذه الخلايا؟ هذه المجموعات لديها دعم عربي خارجي خليجي مباشرة من دون أن نسمي الأشياء بأسمائها أولا. ثانيا لديها دعم تركي والموضوع مفهوم وواضح. أيضا لديها دعم من داخلي من خلال القوات التي تحصل عليها والقوات التي تفرضها. الرابع والأهم هي عمليات السرقة التي تقوم بها في بعض المحافظات، الحصيل القطن أو القمح أو البترول من المواد الأولية. كل هذه تصبح مصدر لرزق لعمل هذه الجماعات، بالإضافة إلى غطاء شركات كبيرة أوروبية أيضا على غرار شركة لافارج الفرنسية أيضا في يعني الذي ثبت الموضوع عبر المحاكم في أوروبا وكيف تمت دفع أموال طائلة بعلم من الأجهزة المخابرات الخارجية الفرنسية. نعم. طيب نعود لموضوع عمليات الجيش أو القوات الروسية في البادية السورية، هل يمكن القول أنها فشلت وكانت مجرد فقاعات إعلامية أنها تحارب تنظيم داعش في البادية السورية؟ لأن كل ما ترسل فرقة عسكرية أو وحدة عسكرية تقوم خلايا داعش بنصب الكمان وقتل العديد منهم. كما ذكرت لك، عمل أي مجموعة إرهابية متحرك يصعب على بخلال طبيعة جغرافية وسكانية في المنطقة الحدودية، يصعب أن تكون تحديدها. أيضا القوات الروسية ومن خلال قوات فاغنر وتلقت العديد من الضربات وخف عديدها وخف يعني بريق هذه المجموعات، أيضا تلقت ضربة في من حيث التواجد العسكري ومن حيث الإمكانيات التي تتمتع بها. لكن أيضا هناك على الصعيد الدولة السورية، على الصعيد الرسمي للدولة السورية، أيضا هناك نوعا من الفتور في عملية المتابعة، وخاصة الفرقة الرابعة المعروفة في عملية مكافحة الإرهاب ومكافحة داعش وكل هذه التنظيمات. هناك الآن يعني إعادة لرسم خارطة عمل ميداني جديد، وسوف نرى النتائج خلال الأيام القليلة القادمة. مواطنون يسألون، أي سوري يسأل، لماذا خاصة في البادية السورية القريبة من البادية في محافظة دير الزور لا نشاهد أو لا يشاهد المواطن السوري هجمات من قبل فصائل إيران التي تدعي محاربة الإرهاب، محاربة داعش في البادية وهي على منطقة تماس؟ يعني هناك موضوع ليست الفصائل
موالية لإيران هي التي تقوم بالدور الأساس في عملية محاربة داعش والفصائل الأخرى. الموضوع هي جبهات مساندة وليست جبهات أساسية في المعركة. وكما قلت لك أن فتح حرب غزة والآن الحرب في لبنان أدت إلى تقليص عدد قوات التابعة لحزب الله التي شاركت في هذه الأماكن، وانتقلت من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، علما أن هناك حرب مبدئية أكبر وأخطر على المنطقة. هذا أيضا ما يفسر أنه نقص العمليات في هذا الجانب. نعم، أشكرك جزيل الشكر من باريس الدكتور ألبرت فرحات، صحفي مختص في شؤون الإرهاب.